بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بما حققته مملكة البحرين من تقدم رفيع في مجال العدالة الاجتماعية ودورها الإنساني بفضل الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى وما نص عليه دستور المملكة في تعزيز قيم العدالة، معربة اللجنة عن بالغ تقديرها للجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. أهلا بك سيد عمار. كما تعلم مملكة البحرين حققت تقدم في مجال العدالة الاجتماعية ودور إنساني أيضا رفيع بفضل الرؤية الملكية السامية، سواء في مجال المساواة بين الجنسين وأيضا تمكين المرأة. أين تجد أبرز مفاصل هذه النقاط في المسيرة البرلمانية والديمقراطية والحقوقية لمملكة البحرين؟ بكل تأكيد بأن مملكة البحرين سجلت قصة نجاح رائدة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي واستثماره، وهذا هو العنوان الذي تسيد اليوم العالمي للعدالة لهذا العام، وهو العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي واستثماره في مجالات العمل والحياة، وهو اللي أكدته الرؤية الملكية السامية والثاقبة لسيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس قبل وقوع جائحة كورونا على العالم، بالتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتحول الإلكتروني واستثمارها في دعم الاقتصاد وقطاعات العمل المختلفة. ونحن نشهد اهتمام مملكة البحرين اللي بدأ واسع وكبير اليوم في استخدام الانترنت والحوسبة السحابية والبيانات والمنصات الرقمية اللي تضمنت جميع القطاعات إن كانت اقتصادية، خاصة ما برزت في جائحة كورونا وما قامت به مملكة البحرين من جهود وبرامج على طول السنوات الماضية اللي جاءت ثمارها ونشهدها اليوم بشكل واضح، إن كانت في المجال التعليمي أو الصحي أو كافة المجالات التنموية. وإحنا اليوم مجلس النواب ندعم بكل تأكيد التطوير المستمر للمنظومة التشريعية كانت في قضاء البطالة وتوفير فرص العمل ودعم المنظومة العمالية وتعزيز حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية والعديد من البرامج الاجتماعية والخدماتية لكل الفئات، بجانب يعني ما نقفل عن جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وما حققته مملكة البحرين من مبادرات ومشاريع متميزة في المجال في ظل المسيرة التنموية لسيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. ولا ننسى بأن مملكة البحرين قدمت درس حضاري وناجح بارز في مواجهة جائحة الكورونا عبر جهود فريق البحرين بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في ضمان توفير لقاح التطعيم والفحص والدعم اللازم والمتعدد لجميع المواطنين والمقيمين مجانا، وهذا يمكن يعني نتميز فيه في مملكة البحرين بأن تم تقديم الدعم اللازم والتطعيم لكل من يقيم على أرض مملكة البحرين، وصدق إشادة من منظمة الصحة العالمية، صندوق الدول النقد الدولي والعديد من الهيئات والمنظمات، واللي أكدت على أن اهتمام مملكة البحرين هو ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتعايش والتسامح والإنسانية. شكرا جزيلا لك سيد عمار البناي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس.